موجز أخبار المؤسسة، حياكم الله. برعاية مؤسسة الشهداء المجمع العراقي للوحدة الإسلامية يقيم تجمعه تحت عنوان غزة منطلق الوحدة الإسلامية، وبحضور عدد من المشايخ ووجهاء العشائر. رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي أشار في كلمة له إلى أن ما يحدث في غزة اليوم يشبه كثيرا ما عانه الشعب العراقي في زمن النظام المباد، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه المؤتمرات منطلقا فعليا للوحدة الإسلامية في العراق. في إطار التعاون المشترك مع جهاز الأمن الوطني، مؤسسة الشهداء ومن خلال كوادر الرصد الإعلامي في دائرة العلاقات العامة والإعلام وتوثيق جرائم حزب البعث، تساهم في الإبلاغ عن مكتبة تروج للنظام البائد وحزب البعث المحظور، وذلك من خلال ما قامت به كوادرها من تحريات ومتابعة، ومن ثم الإبلاغ عن صاحب المكتبة لأجهزة الأمن الوطني لاتخاذ اللازم. استناداً لكتاب مجلس الوزراء الخاص بنقل خدمات ذوي الشهداء من الموظفين، مؤسسة الشهداء تدعو الموظفين من ذوي الشهداء المتواجدين في كافة الوزارات الراغبين بنقل خدماتهم إلى وزارة النفط بالتقديم من خلال وزاراتهم حسب الاختصاصات والعناوين المطلوبة وحسب احتياجات التشكيلات النفطية التابعة للوزارة والمدرجة في الجداول المعلنة. مدير مديرية شهداء بابل هادي الخزعلي يبحث مع مسؤولي الأقسام والشعب المديرية سير العمل والمعوقات التي تعترض إنجاز المعاملات الخاصة بذوي الشهداء وكيفية تذليلها للوصول إلى أسمى الطرق التي تخدم تلك الشريحة المضحية. كما أكد الخزعلي على تكثيف الجهود من أجل خدمة عوائل الشهداء والإسراع في صرف مستحقاتهم. وفد من مديرية شهداء واسط يزور مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المحافظة لمناقشة جملة من القضايا المشتركة. رئيس الوفد حسن الكلابي بيّن أن الزيارة تضمنت عدة محاور من أبرزها إقامة دورات في مجال حقوق الإنسان وما يتعلق به، مع بيان الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء هذا البلد في حقب متعددة. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.